الأصحاح الثالث والعشرون. وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه. معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها، وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس. يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء
فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون: تبارك الآتي باسم الرب.